محاضرتنا لهذا اليوم هي المحاضرة الثامنة والأخيرة في الكورس الثاني لمادة داينامكس الغلاف الجوي 2 للمرحلة الثالثة للسنة 2019-2020. المحاضرة عنوانها The Static Equilibrium in the Atmosphere Part 2، توازن الاستاتيكي في الغلاف الجوي الجزء الثاني، وهو مثل ما خبرتكم بالمحاضرة السابقة يتعلق بالتوازن الرأسي يعني بالمحور Z. أخذنا المحاضرة السابقة تكلمنا عن الهيدروستاتيك إكويشن، توازن بين قوة انحدار الضغط الرأسي وقوة انحدار وقوة الجاذبية. كلكم يعني عرفتوا شلون، يعني هواي تفاصيل طلعت من عندها ونتائج. وأخذنا الجو خلينا نقول متجانس، وأخذنا اليوم راح ناخذ كذلك الجو الأديباتيكي. هاي كلها أجواء افتراضية لكن هي تبسيطات مفيدة لنا. قبل ناخذ الجو الأديباتيكي والإبزومتريك إكويشن، راح يعني هنا أنا إيش منطيكم؟ منطيكم مسائل محلولة، بعضها إحنا ماخذيه وبعضها ما ماخذيه، تعتمد على المحاضرة السابقة. مثلاً question one، question one شو يقول؟ for homogeneous atmosphere للجو المتجانس integrate the hydrostatic equation، كامل معادلة الهيدروستاتيك، to find expression for the temperature as a function of height، لإيجاد تعبير لدرجة الحرارة كدالة للارتفاع. What's the temperature at the middle of the atmosphere؟ ما هي درجة الحرارة في منتصف الغلاف الجوي؟ تعرفون الغلاف الجوي المتجانس بوقتها قلنا ارتفاعه 8000 متر أو 8 كيلو، فهو يريد منتصفه يعني شقد 4000 متر. افرض ان درجة حرارة عند السطح صفر درجة مئوية. طبعا من معادلة الهيدروستاتيك احنا ما عندنا غير معادلتين طلاب هنا بهالموضوع، هي معادلة الهيدروستاتيك ومعادلة الحالة. طبعا لانه جو متجانس رو تساوي رو نوت، يعني الكثافة باي ارتفاع تساوي الكثافة عند السطح. نكامل معادلة الهيدروستاتيك، الكثافة تطلع خارج لانه ثابتة، نلقي هذا التعبير بالنسبة للضغط، ومن معادلة الحالة أيضا الضغط، بس شو نخلي رونوت، نطلع درجة الحرارة، تعبير إلى درجة الحرارة، نعوض عن البي من معادلة واحد، طلعت لنا هاي المعادلة، نسويها على شكل حدين، وفي منتصف الجو المتجانس احنا نعرف انه ايش قد الارتفاع مالته 8000 متر، اذا نقسمها على 2 حصلنا الزد 4000 متر. اوكي، اذا هنا بهاي المعادله اللي بالاعلى الزد ايش راح يصير؟ 4000 متر. طبعا هذا البي نوت على ار نوت، ار هي تي نوت مثل ما اخذنا بالمحاضره السابقه، والرو نوت تختصر مع الرو نوت، يبقى T equal T naught minus GZ over R. تعبير يعني تطبيق مباشر انه 273 ناقص 89 في 4000 على 287، هذا 287 طبعا هو ال R. ايش راح نحصل؟ انه درجة الحرارة في منتصف الغلاف الجوي المتجانس هي 136 وأربع أشار، طبعا لو كان انه درجة حرارة عند السطح هي صفر. بالامتحان مو بالضرورة اجيب لك نفس الارقام وتروح تلطش للحالة من المحاضرة، لا اغير بالارقام، وهنا لازم انت تكون فاهم يلا تقدر تحل. اوكي، السؤال الثاني للجو الايزوثيرمي يعني متساوي في درجة الحرارة، اذا كان درجة حرارة السطحية هي تي نوت تساوي 283 قلبن يعني 10 درجة مئوية،
والضغط عند السطح P naught هو 1000 هكتوباسكال. احسب الضغط والكثافة عند ارتفاع 5 كيلومتر، مع العلم ان الكثافة عند السطح هي 21 كيلوغرام على متر مكعب. ويا هي المعادلة اللي تفيدنا لحساب الضغط، هي P تساوي P naught E2 minus G over R T naught Z. اوكي، هسه شنعوض ال P naught معلومة، ال G معلومة، Z 5000، ال R T naught كلها معلومة، حسبنا الضغط. طبعا اذا ممكن اجيب انه اضافة للسؤال ولو هي ما موجودة هنا، ان مثلا احسب درجة الحرارة ايضا، لازم شنو هاي العلاقة اللي هي العلاقة، او مو درجة الحرارة عفوا، مثلا الكثافة، كثافة احسب عند هذا الارتفاع، نجيب العلاقة اللي لها علاقة بالكثافة وتعويض مباشر، راح نحصل 72% كيلوغرام على متر تكعب. طبعا هنا شوفوا هذا الحل كلش مفيد لنا، يعني يعطينا صورة جيدة عن شلون انه الكثافة تتغير مع الارتفاع. الكثافة قرب السطح ايش قد؟ 21 كيلوغرام على متر تكعب. على ارتفاع 5000 متر شوف الكثافة ايش قد نزلت؟ تقريبا الى النصف، فقط 5 كيلوات. زين، اذا افترضنا ان ارتفاع الغلاف الجوي يعني 1000 كيلومتر، تخيلوا ايش قد الكثافه ممكن ان تتناقص بشكل كبير جدا. ايضا هنا ممكن اغير بالارقام، اغير درجات الحراره، اغير الارتفاع، واجيب لك سؤال بالامتحان. طلاب اسمعوني؟ نعم دكتور نسمع. ممتاز. سؤال الثالث للجو الايزوثيرمي، كامل معادلة الهوموجينيس جو الغلاف الجو، سوري ها مو هوموجينيس، غيروها ما اعرف اي، هنا هيدروستاتيك المقصود. نزلت طبعا نزلت المعادلة اللي شايل من عندها الاخطاء، هيدروستاتيك ايكويشن لايجاد تعبير للضغط كدالة للارتفاع. هاي معادلة الهيدروستاتيك، معادلة بسيطة، وهاي معادلة الحالة على مود نعوض بمكان الرو بما يساويها. حصلنا هاي العلاقة. اوكي، نقلنا الزت الى الجهة الاخرى، والبي نقلنا للجهة اليسار، ونكامل بهالشكل نحصل اللين. طبعا هذا شنو السؤال؟ عبارة عن يعني تأكيد للشيء اخذناه، اشتقاق اخذناه. يعني شو ممكن يجي سؤال على الاشتقاق؟ اخذناه بالمحاضرة السابقة للجو الايزوثيرمي، شلون يعني الضغط، معادلة الضغط نقدر نحسبها او نشتقها، هذا احنا شارحين. فاذا تأكيد على المحاضرة السابقة. ايضا السؤال اللي بعده ماخذي احنا اللي هو شنو، اذكركم اظهر بانه ارتفاع المقياس للجو الايزوثيرمي مساوي الى ارتفاع الجو المتجانس هوموجينيس بافتراض ان درجه الحراره قرب السطح هي 10 سنتيغراد. هذا ماخذي ومشتقي واظهرنا بوقتها. طبعا هذا السؤال كلش مهم، اظهرنا انه السكيل هايت للجو الايزوثيرمي هو 8 كيلومتر. هذا ماكو داعي نشرحه لان احنا اصلا شارحين، بس هذا تاكيد على المحاضره السابقه. الان الفقره الاخرى او القسم الثاني من المحاضره هو The Adiabatic Atmosphere. احنا شرحنا شنو العملية الأديباتيكية أو الكظيمة، ما أعرف شو يسموها بالعربي، وهي العملية اللي يصعد بها طرد الهواء أو الهواء من يصعد باتجاه الأعلى بدون أن يتبادل الحرارة مع المحيط، تسمى عملية أديباتيكية، وهي عملية مسؤولة عن تكون أغلب الغيوم في الغلاف الجوي نتيجة
شيء شرحناه سابقا بالرسم وقلنا عليه التبريد الأديباتيك، انه الهواء يصعد يبرد من حاله بدون ان يعني يبرد بسبب انه تماسه مع الجو البارد بالاعلى، لا هو يبرد لانه يتمدد يبذل شغل يحتاج طاقه، ماكو طاقه تبادل ياخذها من طاقته الداخليه فيبرد. شوفوا هذا الجو الاديباتيكي يتميز بشنو؟ انه الثيتا طبعا اهم شيء بالعمليه الاديباتيكيه هي الثيتا اللي هي يسموها درجه حراره جهديه ثيتا. المهم ما نريد نخوض شنو درجه حراره الجهديه وكذا، هذا يعني خارج اهتمامنا، لكن انه درجه حراره جهديه ثيتا تساوي ثي نوت، ثيتا نوت يعني درجه حراره جهديه باي ارتفاع تساوي درجه حراره جهديه عند السطح. زين، اذا بالجو الاديباتيكي درجه الحراره الجهديه تكون ثابته، بالجو الاديباتيكي درجه الحراره الجهديه تكون ثابته ثيتا تساوي ثيتا نوت. ايش راح يترتب عليها؟ خلينا نشوف. اكو فد معادله نسميها معادله بواسن، مرة عليكم او ما مرة، اذا ما مرة يعني ها مشكلة لانه جدا مشهورة. ثيتا تساوي تي مضروبة في بي على بي 1 الكل مرفوع الى ار على سي بي. البي هو الضغط عند ارتفاع، البي 1 هو الضغط عند ارتفاع يعني مرجعي غالبا ما يؤخذ انه ارتفاع الالف هكتو باسكال او مليبار. هاي درجة هاي المعادلة تربط درجة الحرارة الجهدية بالدرجة الحرارة الاعتيادية تي، يعني جدا مشهورة. احنا هسه ايش راح نسوي؟ باستخدام تشين رول واشتقاق الطرفين راح نحصل هاي العلاقة. طبعا انا ايش قايل؟ هاو دو ات هنت يوز لوغاريتم، يعني عليك بس خلي انطي يعني فد فكره رئيسيه او يعني فد فكره مبسطه وانتم تسووها، لازم تسووها بيدك، انه اني اخذ اللين مال الطرفين، اللين اللي هو اللوغاريتم الطبيعي. اوكي، اللين ايش راح يفيدني؟ ينزل لي هذا الاس الفوق الباور، ينزل لي اياه بحيث يصير رياضيات، يعني يصير واحد على ثيتا بارشيال ثيتا على بارشيال زد. اشتق بالنسبه لزد طرفين، هنا انا اريد بالاتجاه الرئيسي اشتق بالنسبه لزد، يعني ورا ما استخدمت اللين واشتقيت الطرفين حصلت هاي العلاقه. طبعا هذا ناقص هذا الحد شو يساوي؟ يساوي لهذا الحد، هذا الحد بارشيال ثيتا على بارشيال زد ايش قلنا عليه؟ قلنا الثيتا ثابته، مشتقه الثابت صفر، اذا هذا الحد يساوي لي صفر. انا قايل لك كيف، وهاي انت بعد عليك يعني تقريبا حلت لك اياها. نجي هنا، اذا هذا صار صفر، ننقل هذا الى الطرف الاخر او هذا النقله الى الطرف الاخر، ظهرت عندي هاي العلاقه. اوكي، هنا هاي العلاقه راح تتحول الى هاي، شلون؟ انا قال لك كيف، بس هي مبينه يعني من معادله الهيدروستاتيك اعوض ما يساويها، احتمال احتاج معادله الحاله احصل هاي. اوكي، طبعا هذا انا هاو دو ات كذا اريدها اليوم من عندكم هوم ورك تدزوا لي اياها، بالاضافه للهوم ورك مالت المحاضره السابقه. طلاب اللي ما يدز هوم ورك اكو فد 4 إلى 5 درجات من درجه السعي على الهوم ورك، فبكيفكم تدزوا تدزوا ما تدزوا انا اخلي صفر بصراحه، لانه شو اخلي اذا انتم مقدمين اي هوم ورك؟ انطي صفر. شفت عدم اهتمام من قبلكم، مو مشكله. هسه بارشيال تي على بارشيال زد انقل هنايه
هذا التي إذا نجيب الجهة الأخرى يصير بالباصل يعني يختصر ويا هذا التي. إذا partial T على partial Z يساوي minus G على CP. إذا تتذكرون partial T على partial Z شو يسمون lapse rate، معدل التناقص الحراري. فشي يصير 9.8 على 1004 اللي هو السعة الحرارية بثبوت الضغط، شو يطلع عندي إنه ناقص 10 جلبن على كيلومتر. يعني شنو؟ إنه كل ما أصعد كيلومتر تتناقص عندي درجة الحرارة بمقدار 10 كل ما أصعد باتجاه الأعلى في الجو الأديباتيكي، تتناقص يعني خلال كيلومتر يجد 10 درجات تتناقص، وإذا نقول خلال 100 متر درجة حرارية واحدة، هذا في الجو الأديباتي. الهبزومتريك إيكويشن معادلة مهمة جدا، حتى صراحة طيارين يستخدموها لمعرفة الارتفاع مالتهم، لأن الطيار لما يطير شلون يعني يعرف الارتفاع؟ جهاز شلون يقيس الارتفاع؟ هو ما عنده فيتا ينزلها يقيس، لا اكو فد معادلة يحسبها. يعني اللي بالمطار المسيطر الجوي أو ضابط الأنواع الجوية يطل المسيطر الجوي درجات الحرارة والضغط، والمسيطر يزودها للطيار، الطيار راح يدخل بالجهاز مالته قيمة الضغط ودرجة الحرارة ويحسب الارتفاع، شوف بعد هو ايش يحتاج. على كل حال the hypsometric equation هي معادلة تربط سمك، السمك دلتا زد بين سطحين ضغطيين أو متساويي الضغط، مثلا خلينا نقول 1800 1000 هكتوباسكال و 800 هكتوباسكال، مع معدل درجة حرارة الطبقة اللي بين هذا السطحين. في بعض الأحيان تسمى معادلة السمك، أكيد أنتم ماخذيها أو ما ماخذيها بالمرحلة الثانية ما أعرف، وهي تشتق من معادلة الهيدروستاتيك وكذلك معادلة الحالة. نأخذ معادلة الهيدروستاتيك هي بهذا الشكل، ومعادلة الحالة بدلالة ρ، ونعوض بمكان الـ ρ في يعني ما يساوي الرو في المعادلة الأولى الهيدروستاتيك إيكويشن، نحصل هاي العلاقة. بس أكو فد ملاحظة مهمة جدا، شوف التي هي صارت تي بار والمقصود بها معدل درجة الحرارة، تي بار يعني معدل درجة الحرارة مو سهم خط كامل. طبعا الدلتا بارشال في نقله للطرف الاخر، نبقي فقط بارشال زيت ونقلب المعادله، يعني ونكامل من زيت الى زيت نوت ومن بي 1 الى بي نوت، راح نحصل هاي العلاقه دلتا زيت تساوي ار تي بار اوفر جي لين بي 1 اوفر بي 2. اذا هذا مثلا الطيار اذا ياخذ من صفر الى زيت، يعني هاي راح يصير قيمه زيت الارتفاع مالت الطائرة مثلا، المسيطر منطي درجة الحرارة، منطي درجة الحرارة ومنطي الضغط الجوي، زين ايش راح يحصل؟ راح يحصل الارتفاع. اوكي شوفوا طبعا معادلة السمك هي هيك، يعني نقدر نفسرها انه شوفوا بالمكانات الحارة سمك او الفرق بين يعني سطحين ضغطيين راح يكون اكبر، لانه الجو دافي يكون اكبر، السمك اكبر، وكل ما قلت درجة الحرارة كولدر يصير سمك الطبقة يقل لان هاي ابرد. اوكي اكو فد مثال تطبيقي على معادله الهبزومتريك، يقول اثبت انه دي زد لدلتا زد عفوا يساوي ار تي بار على جي لين 1.25. اثبت هاي العلاقه، نتبلش من معادله الهيدروستاتيك ومعادله الحاله، نسوي فد عمليه شبيهه باللي
شرح قبل قليل بهذا الشكل نكامل طرفين بين شنو وشنو؟ بين 1000 من لبار و 800. هسه يجي الطالب يقول ليش من 1000 الى 800 مو من 800 لل 1000؟ لانه قرب السطح الضغط يكون اعلى هو 1000 والضغط الاقل يكون في الاعلى. اوكي؟ فهذا اذا نكامل يصير لن 1000 ماينس لن 800 تساوي جي على ار في بار دلتا زد. اذا دلتا زد اذا اعوض اقسم هاي راح تطلع عندي هاي العلاقه اثبتناها. اوكي؟ سؤال اخر، اذا كان سمك الطبقه يعني اللي هي محصوره بين 1500 ملي بار لاير، هي السمك يكون 5400 متر، ما هو معدل درجة حرارة الطبقة بالسنتيغراد؟ آخذ معادلة هيلزمتريك، أعوض الضغوط، يعني آخذ فقط اللي هناي وأعوض، ونخليه بعدين هناي بالمعادلة الفوق، أعوض بمكان الـ R وبمكان الـ G وبمكان الدلتا Z، يبقى عندي منه المجهول تي بار بهالشكل. تي بار ايش قد راح يصير عندنا؟ ناقص 6.9 ديجري سنتيغريد. طبعا طلاب هاي التناقص هو هذا تقريبا حقيقي اللي موجود بالجو، وخاصة لما يكون الجو رطب يكون كل كيلو يتناقص 6.9، بينما اذا كان الجو جاف يتناقص ايش قد 10 درجات، شلون الحاله الاديباتيكيه اللي اخذناها قبل شوي. هذا هوم وورك ما مطلوب من عندكم، يهمل. اوكي، هسه ايش عندنا اليوم بمحاضرتنا؟ هوم وورك واحد، بالمحاضره السابقه اعتقد 2 أو 3 تكملوها ودزوا لي اياها. اوكي، لهنا انتهت محاضرتنا. اذا اكو سؤال، اكو سؤال طلاب؟ خلينا ناخذ الحضور مالتكم. دكتور تفضل. دكتور بس بركات ترى فصل. اي عين هسه راح. فصل؟ نعم دكتور. بس انا جاي اخذ صور من الحضور مالتكم. بعدين نصيح الاسماء، نتاكد اذا مثلا واحد مثلا عبد الزهره، كرار عبد الزهره. طلاب شنو طلعتوا؟ وين البقيه؟